حبايبنا. لك يسعد هالمسا، شو اخباركم؟ شلون رمضان معكم؟ الله يسعد هالمسا. اسمعونا الحزوره اليوم. الحزوره قصيره كتير بس حلوه كتير ومفهومه. قال هو حامل ومحمول، فيه الناشف والمبلول، ماشي وعم بيدمغتها، لو عرفتوها بسرعه قول، بالله عليكم اذا عرفتوها فورا. ها الجواب على صفحتنا ابلودان ميوزك، انتظاركم. ها رمضان.